هو حزب كبير ومستقل، ولم يكن هناك يوم جبران باسيل تحت مظلته. باسيل لم يكن يوما تحت مظلة حزب الله، ولا مشكلة لنا مع قائد الجيش. هل بات اتفاق مارم خيل على أجر ونص؟ تطورات لافتة طرأت على العلاقة بين حزب الله والوطني الحر، وتصريحات غير مسبوقة تؤجج الهوة بين الطرفين. عقب زيارة لافتة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أكد رئيس مجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يكن يوما تحت مظلة حزب الله، لافتا إلى أننا سعداء بما أنجز في التفاهم مع التيار، ونحن نعرف كيف نختلف مع بعضنا. الحرص دائما من حزب الله بالموضوع النائب جبران باسيل والتيار الوطني الحر على توطيد العلاقة وعلى ترميم اللي عم بيصير، ولكن بالجهة المقابلة الوزير جبران باسيل دائما عم بيكون عنده أسهم وهجوم على الحزب، إن كان ببعض القرارات أو حتى من بعض، خلينا نقول بالمزدوجات اللطشة للحزب. ألم يعني يدرك الحزب الوزير جبران باسيل الآن متجه إلى خيار آخر مختلف في موضوع مارم خيل، وخاصة التصريح اللي قال أنه التفاهم اليوم واقف على أجر من ثلاثة، وبالتالي الأقرب الآن هو لفرض هذا التفاهم وليس إلى ترميم وتصحيح العلاقة. لماذا دائما يسعى الحزب إلى ترميم وتجميل الصورة عن هذا التفاهم بالوقت أنه نائب جبران باسيل عم يعمل العكس؟ هلا عم بيعمل العكس، هذا مش دقيق الحكي. الشيء الثاني انه من حقه انه يقول رايه ويكون عنده راي. الشيء الثالث بحب اقوله انه نحن سعداء بما انجز من تفاهم مع تيار الوطن الحر، ونعرف كيف نختلف فيما بيننا. من هنا شدد السيد على أن العلاقة مع قائد الجيش جوزيف عون جيدة ولافت على أحد، وندعو إلى التوافق، معتبراً أن وضع البلد يجعل الاستحقاق الرئاسي أولوية ويجب أن يتم بأقرب فرصة ممكنة. رغم الخلافات، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن اتصال أجراه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا بكل من الرئيس السابق ميشيل عون وباسيل، حيث سأل الأخير صفا عما إذا كان الحزب يتمسك بدعم ترشيح فرنجي مع امتناع التيار عن تأييده، واكتفى الأخير بإحالته على نصر الله لأنه وحده من يملك الجواب على سؤاله، لأن دور صفا يقتصر على التنسيق ونقل الرسائل بينه وبين قيادة الحزب. وفي ظل كل ما يجري ينأى عون بنفسه وفق الصحيفة عن التدخل لترطيب الأجواء وإعادة التواصل بين باسيل ونصر الله، ونصح الذين راجعوا بهذا الشأن بأن يترك الموضوع للقاءات صهره بوفيق صفا الذي يتولى الاتصال به بتكليف من قيادة الحزب. وعقب الاتصال الذي لم يلقى منه باسيل جواباً، كانت له تصريحات صادمة لموقع أساس ميديا، أكد خلاله أن التفاهم مع حزب الله بات يقف على قدم واحدة، وهذا خلل ميثاقي ووجودي وكياني وليس تفصيلاً، وهل تعرف أحداً يستطيع الوقوف على أجر واحدة؟ كما فاجأ باسيل اللبنانيين بمواقف جديدة، حيث أشاد بما يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلاده قائلاً: أنظروا إليه بكثير من التقدير والإعجاب، بالتأكيد هذا التطور يناسب المجتمع اللبناني ويناسب لبنان، وأنظر إليه باطمئنان أكثر لانعكاسه الإيجابي على اللبنانيين الموجودين هناك. فهل يغازل باسيل الطرف الآخر بحثاً عن تحالفات جديدة في ظل تخبطه السياسي؟